ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد ومع قناتكم قناه هيلب مي تو وين بمنصه الاسبوع اوت جاكس ومهمات السيو الموجوده بالمنصه. طبعا مهمات جديده واكواد اصبحت مختلفه واسلوب تنفيذ المهمات بقى مختلف وفي تحديثات كبيره جدا عن مهمات السيو اللي كنا شرحناها قبل كده. طب ما تيجي نشوف مع بعض المهمات هتتعمل ازاي، ولكن فاصل بسيط ونواصل. تعال نشوف مع بعض كده المهمات الموجودة. هتلاقي في مهمتين مثبتين بشكل دائم موجودين طول اليوم، ومهمات بتكون عادية زي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشة. تعال نبدأ بالمهمتين المثبتين الأول، ونبدأ بالمهمة الأولى ونبدأ بالثانية. طبعا كليك يمين وهنقول له اوبن، افتح هذه المهمة. بعد كده يفتح لي نافذة جديدة بالشكل قدامكم ده، وبعد كده هنلاقي هنبص على الدن، هتلاقي في حوالي 100 من 900، فقدامنا وقت بيكون مناسب. اول حاجه طبعا نتجه الى افتح الكود ده في المتصفح بتاعك، كليك يمين وابتدي اقول له اذهب الى هذا اللينك، تمام. وبعد كده بيقول لك ابريس ذا سيرش بوتون اجين فيري امبورتنت، تمام. هنيجي هنا وهستنى لما تبتدي تبدا معانا، تمام. وهندخل على طبعا اللينك الاولاني اللي هو الكارما ده، تمام. ده اسم السايت، فولو ستيبس طبعا تبع هذه التعليمات. طبعا كليك يمين وقول له اذهب الى، ونشوف هو عايز تعليمات ايه اللي احنا هنتابعها. طبعا هستنى عما الصفحه تقوم بعمليه التحميل. الموقع اهو اسمه كاكيمي، طبعا اسم الموقع وكده، اسم الموقع احنا عملناه بشكل بيكون سليم وصحيح. بعد كده عايز مني ايه؟ كده عملنا التاسك ده. بعد كده الخطوه اللي هتيجي بعد كده سكول، طبعا 30 ثانيه هتفتح بوستات طبعا من خلال كلمه فيزيت نيكست بوست، تمام. وكل بوست هيبقى فيه عداد، طبعا بوتون ويل ابير افتر 10 بوستات. بعد 10 بوستات هتلاقي ان في كود هيكون موجود عندك. بعد كده كومبليت ستيبس، وبعد كده كليك يمين ونشوفه عايز ايه تاني بعد كده. قال لك طبعا 10 صفحات خلاص كده، تمام. قال لك كليك وان ادرس ان ذا لاست ارتكل، طبعا بعد دقيقتين هتضغط على 2 صفحه داخل هذا الادرس، طبعا ده اللي عايزه مننا. اعتقد على النظام شويه، على النظام القديم المهمه دي شويه على النظام القديم، فيها تحديث بسيط بس. ولكن خلينا نبدا اول حاجه بالضغط على اول اعلان يقابلك، ده اهم حاجه. طبعا هيقول لك هتلاقي كلمه نيكست، طبعا هتضغط عليها، ولكن خلينا ننزل لاسفل، تمام. وبعد كده لاسفل الصفحه خالص 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 هتلاقي كلمه نيكست بوست اللي انا عليها، اضغط عليها، تمام. وبعد كده نيكست تاني، لا سكول لاسفل الصفحه بعد كده، وبعد كده هنضغط على كلمه نيكست ولكن بعد 16 ثانيه، ولكن خلينا ناخد اللينك الخاص بالاعلان. وبعد كده قال لك هتفتح صفحتين كونتاكت اس اباوت اس، تمام. هتفتحها طبعا ادي، ولكن هنا طلب منك 2 يو ار ال، عايز 2 بس يو ار ال، فده الاساسي اللي هو واحد منهم، ونكتفي بكونتاكت اس او اباوت اس، وده هيكون اللينك الثاني. هنيجي هنا مثلا وليكن كلمه كونتاكت اس، كليك يمين او اضغط عليها على طول واقول له اتفضل يا سيدي، تمام. ادي اللينك التاني اهون، يبقى كده عملنا 2 لينك، يبقى كده خلصنا من المطلوب التاني اللي هو الاتنين ادرس. بعد كده خلينا نتجه للاسفل لحد ما نلاقي كلمه نيكست بوست، تمام. والصفحه العشرة هتلاقي فيها الكود، هقول له نيكست بوست وهكذا. خلينا نوقف الفيديو لحد ما اتجه للصفحه العشرة بنفس هذه الميثود. هنقلب الصفحات لحد ما نصل الى العداد زي ما كنا شايفين قدامكم كده على الشاشه، وبعد كده نصل للعداد ده، يبقى هنضغط بعد كده على كلمه نيكست بوست حتى البوست العاشر اللي هتلاقي فيه اللينك. هنوقف الفيديو دلوقتي، تمام، حتى يتم الانتهاء من العشر صفحات. طبعا بعد كده للصفحة العشرة لقينا طبعا موجود في اسفل الصفحة الكود، هقول له كوبي هذا الكود، وبعد كده اقول له اتفضل الكود اهون. وبعد كده هناخد اللينك بتاع الصفحة اللي فيها الكود، وبعد كده بقول له اتفضل اللينك بتاع البوست العشرة، يبقى احنا كده خلصنا التاسك. وبعد كده بقول له سبميت بروف، يبقى احنا كده خلصنا هذه المهمة. طبعا بعد كده ننتقل الى مهمة تانية موجودة على هذه المنصة. ولو جينا الى اول مهمة بعد كده ونفتح هذه المهمة،
طبعا هتلاقي معدل النجاح 90% من 247، كده الدنيا بتكون تمام. لو حبيت تعمل له فولو لصاحب هذه المهمة اعمل له فولو بحيث ان اي مهمة تجيلك على طول. ولكن خلينا الاول نبدأ ونشوف عايز ايه. كوبي اند بيست ذا فولوينج لينك ان يور براوس، طب في البراوسر بتاعك في المتصفح بتاعك، كليك يمين وقول له جو تو، وبعد كده اقول لك فيزيت فيرست ويب سايت، طبعا نهايته اي دوت كوم، اول ويب سايت اللي هو اي دوت كوم. فتحنا الويب سايت خلاص تمام. بعد كده فيزيت من اول الى 10 صفحات، ماست ستاي 30 ثانيه اون اتش بيج، اي ويل تشيك الاي بي، اف يو ستاي من 30 ثانيه اي ويل نوت باي، انا مش هدفع الفلوس. هتفتح 10 صفحات. طيب تمام، عما الصفحه اتحمل حملتها معانا كده الدنيا بتكون تمام. هنفتح 10 صفحات على هذه المنصه. طيب اول حاجه زي ما احنا اتفقنا مع بعض، اول ما تلاقي ادرس اعلان كليك يمين واضغط على الادرس الاعلان، ده اهم شيء. ولكن خلينا نشوف قبل العشر صفحات عايز مننا ايه تاني. بعد كده بقول لك تبع هذه الخطوات بشكل تمام. وبعد كده اقول لك اذهب الى الموقع ده، هنفتح الموقع ده يا سيدي، اضغط على الادرس وجيف مي ذا بانر ادرس يو ار ال، وبعد دقيقه افتح ثلاث صفحات، جيف مي يو ار ال اوف كونتاكت اس بيج، تمام كده الدنيا بتكون تمام. عايز منك الكونتاكت اس البيج. هنا طبعا بيقول لك طبعا عايز اللينك الخامس والتاسع من العشر صفحات اللي هتفتحهم، وجيف الفيرست يو ار ال اوف ذا ويب سايت والسكند، يبقى هو عايز منك الكونتاكت اس، يبقى الصفحه الاساسيه او اول صفحه اساسيه في الادرس اتفضل. وبعد كده هيطلب منك الكونتاكت اس، فين هنا كلمه كونتاكت اس اهي كلمه كونتاكت، ضغطت على كلمه كونتاكت واقول له اتفضل اللينك بتاع الصفحه الثانيه الخاصه بالكونتاكت اس. بعد كده عايز ابص الخامس والتاسع، بعد كده اقفل صفحة الإعلان، وبعد كده طبعا اقفل دي كمان، وهنفتح العشرة بوستات أدي واحد، وبعد 30 ثانية هنفتح التاني، بعد 30 ثانية التالت، 30 ثانية، وبعد 30 ثانية، وبعد 30 ثانية هنفتح البوست ده، وهنفتح العشرة بوستات بين كل بوست والتاني 30 ثانية بالشكل ده. كده كده فتحنا العشرة بوستات بهذه الكيفية. طبعا عايز مني البوست الخامس، هعد 1 2 3 4 5 اد البوست الخامس، هقول له اتفضل اللينك بتاعه بتاع البوست الخامس. بعد كده هيطلب منك البوست اللي هو التاسع اللي قبل الاخير، اقول له اتفضل البوست التاسع مفيش ادنى مشكله. كده ودينا له بوستات خلاص كده تمام، كده كل المطالب تمام. وبعد كده بقول له سبميت لمين؟ للمهم. مهمه سهله كمان اهي، ده بالنسبه الى مهمات السيو. طيب مع بعض كده نشوف كمان مهمة يمكن تكون أصعب من المهمتين دول. طيب نشوف مع بعض مهمة كمان من المهمات الموجودة، ولكن هناخد مهمة بشكل عشوائي اللي هي المهمة اللي قدامنا دي. طبعا هنبص عليها كده ونشوف لسه قد إيه، 135 من 271. طيب خلينا نشوف الأول نجاح 100%، يبقى إحنا هنعمل فولو على طول وأنت مغمض عينيك. الخطوة الثانية اللي هتعملها اللي أنت هتشوف هو عايز منك إيه، قال لك طبعا بديك لينك أهون، كليك يمين وقول له اذهب إلى هذا اللينك، فيزيت انترنال لينك ويب سايت، وبقول لك المنصة اسمها دي جي واي سي نهايتها دوت كوم. هنا اقول له ايد مور، اضغط عليها بحيث نفتح المنصه اللي عايزك تدخل عليها. هنا سي دوت كوم هي كده، هي دي المنصه خلاص. يبقى احنا كده وصلنا الى المنصه. فيزيت من 1 إلى 10 ارتكل ببطء، اند فايند نيكست بوست بلو، شبيهه بالمهمه اللي عملناها قبل كده. كود ويل ابي ان 30 ثانيه ان ذا فايف بوست، في البوست الخامس هتلاقي الكود. وبعد كده بيقول لك هتتبع هذه التعليمات، كليك يمين ونشوف عايز مني ايه بعد كده تاني بالنسبه لهذه التعليمات. نفتح كده الصفحه مع بعض، بيقول لك يا سيدي بانر ادس عاوز اعلان، وعايز لاندنج بيج، وبعد دقيقه تفتح ثلاث صفحات، جيف مي الكونتاكت اس بيج اوف كذا، عايز مني الكونتاكت. يبقى الدنيا بتكون سهله واضحه تمام. طيب هنعمل ايه؟ هبتدي اقول له هولد ذا جوب تمام، امسك هذه المهمه لان لسه ما عادش الا 100 تقريبا 100، وممكن تخلص وانت شغال على هذه المهمه. طبعا بعد نبدا بتنفيذ هذه المهمه. اول حاجه قال لك ان في ادرس عشان تفتح الصفحه، في ادرس الاول لازم انك تشوفه مفيش ادنى مشكله. هنستنى الثواني اللي هو اداها لك، واقفل الصفحه وخلينا ناخد الادرس طالما احنا فتحناه. طبعا كليك يمين، طبعا هنعمل كات، وبعد كده هقول له اتفضل بيست، طبعا لاندنج بيج اللي هي الصفحه الاساسيه الخاصه بالاعلان. بعد كده عايز منك الصفحه الخاصه بالكونتاكت اس، هنيجي هنا على كلمه الكونتاكت تمام، اضغط عليها وبعد كده كليك يمين كات، وبعد كده بقول له اتفضل كونتاكت اس.
هتقول لي طب هو طلب مني ال 10 صفحات وبعد كده الكونتاكت قص، هقول لك عادي مفيش مشكله، سواء بدات بيها او نهيت بيها عادي مفيش ادنى مشاكل. طبعا هنا هتفتح ال 10 صفحات، هنقول ادي الصفحه الاولى، قال لك هتلاقي اللينك في الصفحه الخامسه، ولكن خلينا نتجه الى اسفل الصفحه زي ما قال لي، وهتلاقي كلمه مكتوبه عليها نيكست بوست اهو، هتلاقي فيها عدات، يعني هو كده كده هو ضامن ان انت هتقعد 30 ثانيه في كل صفحه، تمام، لانه عامل لك عدات، تمام، وكده كده هتدي له الكود بشكل بيكون سليم. هنستنى طبعا ال 30 ثانيه دول عما يخلصوا، وهنفتح ال 10 صفحات، وهنتجه للصفحه الخامسه، هنلاقي فيها الكود تمام زي ما قال لنا بالظبط، وعايز مني الكود الموجود في الصفحه الخامسه، وقال لي فوق الخامسه، وهنا قال لي السبعه، وبالتالي سايبها لك مفتوحه من خمسه الى سبعه، ولكن خلي بالك ان الكود هو تي ام 8. طبعا هنتجه تاني للصفحه بتاعتنا، تمام، وهتلاقي كاتب لك ايه هنا في الصفحه، كاتب لي في ان بريسيت، تمام، وبالتالي مش ده الكود، هو ثانيه اللي هي الصفحه دي، تمام، ونفتح الصفحه اللي بعدها، طبعا بقى فيها كود، واللي بعدها ننجز وقتنا، واللي بعدها واللي بعدها كده، فتحنا كام صفحه يا جماعه؟ 6 صفحات، ادي 7، ادي 8، ادي 9، ادي 10، دول 10 صفحات، تمام. طالما انه عامل لي كود لكل صفحه بيكون منفصل، هبحث عن الكود اللي هو التي ام ده، واشوف هو فين من اول الصفحه لاخر صفحه. انا اتجه الى سكول الاسفل بالشكل ده كده، هتلاقي عمل لك توقيت، تمام، استنى ما يخلص التوقيت، 9 ثواني، 7 ثواني، 6 ثواني، انا فتحت كل الصفحات عشان ننجز وقت ونصل الى الكود، والكود زي ما احنا قلنا هيبقى تي ام، اول الكود يا جماعه هو التي ام، مانج تو فيديو ويب سايت، مش هو ده الكود. نقفل الصفحه دي ونتجه للصفحه اللي بعدها، الصفحه اللي بعدها لقينا كلمه فيو كود، ادي يا جماعه الكود اهو يا جماعه في الصفحه اللي بعدها، كلمه الكود تمام اللي هو التي ام ونهايته بتكون 8. كده وصلنا للكود اللي موجود في الصفحه السابعه بمنتهى السهوله والبساطه، واثنين يو ار ال، واحد لاندنج بيج، والتاني صفحه الكونتاكت اس، وبعد كده بقول له سبميت بروف. انا كده خلصت، مهمه سهله وبسيطه، بس شغل دماغك وانت شغال على هذه المهمه. طب ننتقل الى مهمه تانية، طبعا نتجه الى طبعا تاسك تاني، طبعا عندنا مجموعه من التاسكات، ولكن خلينا ناخد مثلا تاسك زي ده، تمام، ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا 200 من 500 الدنيا بتكون تمام. تفتح اللينك مثلا، انا بفضل التاني زي ما قلت لكم، لما تلاقي مجموعه لينكات انا بفضل التاني. طبعا الموقع اسمه altsbat.com، هنيجي هنا بمنتهى السهوله هتلاقي اسم الموقع altsbat.com، اضغط على اسم الموقع، بعد كده بيقول لك يا سيدي هتفتح 10 صفحات وهتفولو الصفحه اللي هو الادرس، عايز تفتح افتح ادرس، وعندك كونتاكت اس واباوت الاس. طيب بعد كده هنيجي هنا، طبعا الطلبات سهله وبسيطه، هنفتح ال 10 صفحات الاولى، وبعد 20 ثانيه افتح الثانيه، بعد 20 ثانيه افتح اللي بعده، وبعد كده اللي بعده، كل واحد والثاني بيكون حوالي 20 ثانيه بالشكل ده كده. وبعد كده اضغط على اي اعلان عندك في الصفحه، فتحنا ال 10 صفحات من كل صفحه والتانيه 20 ثانيه، وضغطنا على الاعلان، ولو اتجهنا الى الاسفل هتلاقي الكود اللي بيقول لك عليه بالشكل ده كده، بقول له ذا كود مفيش ادنى مشكله، ناخد الكليك يمين واقول له كوبي، وبعد كده بنيجي الى الصفحه بتاعتنا الخاصه. طبعا قال لك في اثبات التالت عايز منك الكود، اقول له اتفضل الكود اهو، وعايز الكونتاكت اس، هنفتح الصفحة الخاصة بالإعلان، طبعا أو عايز صفحة الكونتاكت أس، بقوم ضاغطين على الكونتاكت أس بالشكل ده كده، بعد كده كليك يمين وأقول له قط، وبعد كده نتجه وأقول له هنا إلى الصفحة، وأقول له أدي اتفضل بيست كونتاكت الأس، مفيش أدنى مشكلة، وبعد كده عايز اللينك الصفحة الخامسة ولينك الصفحة العشرة، عد كده 1 2 3 4 5، سهلة وبسيطة. ممثلة وبسيطة، ادي الصفحة الخامسة، وبعد كده عايز منك الصفحة العشرة اللي هي دي، هناخد لينك قط، وبعد كده نيجي هنا واقول له بيست،
يبقى كده معانا اللينك الخامس واللينك العاشر والكود اللي موجود في نهايه الصفحه وصفحه الاعلان. ضغطت على كونتاكت اس، ضغطت على اباوت اس، ضغطت على البرايفسي او تمام، حط لينك واحد بس اللي هو عايزه منك، وبعد كده بقول له سبميت للمهمه في ثواني بتكون معدوده هتبقى مخلصها. وكده خدنا 3 سنت طبعا من هذه المهمه. تعال ننتقل الى مهمه ثانيه بتكون مختلفه. طبعا بعد كده ناخد كمان مهمة سيو بشكل بيكون عشوائي وناخد هذه المهمة اللي قدامنا. هتلاقي معدل التنفيذ 477 من الألف. طيب ما تيجي نشوف كده فيزيت طبعا ماي ويب سايت سي اتش كذا. طبعا اداك لينك اهون، اكيد في بحث في اللينك ده. هنقول له جو تو اذهب الى، وهنشوف الويب سايت بدايته بتكون بسي، هل ده موجود ولا نصب غاية. هضغط على كلمة كونتينيو، حول لصفحة تانية. موقع اهو، ده الموقع اللي هو اداهولنا تمام كده. open the pinned post، افتح البوست المثبت and find the code، هتلاقي الكود which is given in the article below. اللي قال لك هتلاقي موجود في how to business اهو، ادي البند اللي هو المثبت، وهنفتح التعليق المثبت ده وقالك هتلاقي فيه الكود. يا جماعه الكود اهو، طبعا عملنا اسكول لاسفل الصفحه زي ما انتم شايفين مع بعض كده، ولقينا الكود موجود في الصفحه اللي هو قال عليها. هقول اتفضل الكود اهو، عايز مني ايه تاني؟ لاندنج بيج والكونتاكت اس. لازم تبص على اعلان، هل هنا في اعلان ولا لا؟ نقلب الصفحه كده، هتلاقي كمان طبعا مش هتلاقي اعلانات في هذه المنصه، فهتلاقي ديسكفر ريتد توبيك اللي هتلاقي توبيك زي ده، وهتلاقي فيه السبونسر اللي هو الاعلان، الوكيل الاعلاني، وده نظام جديد بالنسبه للمنصات. تمام، ادي هتلاقي ده الوكيل الاعلاني. لو جيت مثلا للثانيه زي دي كده هتفتحها اللي هي الدومين، هتلاقي كاتب لك الوكيل الاعلاني. هتلاقي في اول الصفحه، ممكن تفتح الصفحة دي او الصفحة اللي بعدها، وممكن طبعا تيجي على الصفحة التالتة نفتح كله كده مع بعض، ولكن مطلوب منك اعلان واحد بس، ولكن انا حابب اتصفح طبعا الجميع. ادي اللاندنج بيج، ادي يا جماعه الصفحه الخاصه بالاعلان، احد واحد منهم كده، اي واحد فيهم مفيش ادنى مشكله. وبعد كده هبتدي اقول له كليك يمين بيست. خلي بالك لازم الاعلان ينتهي بالبي دبليو اي، الاعلان اللي فات انا مسحته لان ما كانتهاش بالبي دبليو اي، خلي بالك من الجزئيه دي. وبعد كده عايز كونتاكت اس او اباوت اس، طبعا متاد اسهم دول هتلاقي كلمه اباوت اس في الاول هتلاقيها، او كونتاكت اس زي ما انت عايز. طبعا حبينا ناخد كونتاكت اس، وقول اتفضل كونتاكت اس اهي. تمام، وبعد كده الكود اهو يا جماعه، خلاص كده تمام. وبعد كده بقول له سبميت. المهمه سهله قوي وبسيطه جدا، وبكده اكون وضحت لك اغلب مهمات السيو الموجوده في منصه الاسبوع اوت جيكس، المهمات الجديده اللي اغلبكم طلبها مني. اتمنى التوفيق طبعا للجميع، وانتظروا فيديوهات تانية لمنصات تانية لمهمات تانية متعدده ان شاء الله الفتره اللي جايه. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.